السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الميت يمسك يد الحي في المنام. يقول ابن سيرين إذا رأى الحي أن الميت يمسك بيده ويضغط عليها بقوة فأن هذه الرؤيا تدل على الود والحب والمكانة التي يحتلها بقلب الميت. أما إذا شاهد الحي في منامه أن الميت يمسك بيده ويقبلها دلت هذه الرؤية على أن الحي شخصية محبوبة من قبل الجميع، وتدل هذه الرؤية على فتح أبواب المستقبل أمام الشخص الرائي. إذا رأيت أن الميت يمسك يدك ويطلب منك أن تذهب معه في موعد معين دلت الرؤية على بعض المشاكل التي تمر بها. أما إذا رفضت وتركت يده دل على النجاة من موت أو مشكلة. إذا رأى الإنسان في المنام أن المتوفي يحييه ويحتضنه بإحكام فهذه الرؤية تدل على العمر الطويل للحالم، وهذه الرؤية تشير أيضا إلى أن الحالم يعطي الكثير من الصدقات للشخص المتوفي. إذا رأى الشخص أنه يرفض مسك يد الميت في المنام فهي إشارة على نجاة الرائي من مشكلة كبيرة وكتابة عمر جديد وفرصة للحياة. في حالة رؤية الشخص للميت وهو يقوم بوضع يده على كتفه فهي قد تكون إشارة على حاجة المتوفي إلى المساعدة وتقديم الصدقات وكثرة الدعاء له. رؤية الفتاة العزباء للميت يقوم بمسك يديها فهي إشارة إلى حبه لها ووجود قوة ترابط وصلة بينهم. إذا رأت العزباء الميت يقوم بمسك يديها ويقبلها إشارة على حب الناس لها وحسن أخلاقها وعملها الصالح وحصولها على السعادة والتوفيق. أما رؤية المتزوجة لمتوفي يقوم بمسك يديها في المنام إشارة إلى الخير والسعادة التي سوف تحصل عليها المرأة خلال الأيام المقبلة. تعتبر رؤية المرأة المتزوجة للشخص المتوفي وهو يمسك يدها ويبتسم إلى زوال المشاكل والخلافات بينها وبين زوجها واستقرار حياتها الزوجية، وتكون إشارة إلى حصول زوجها على ترقية في عمله ورزقها بالخير الوفير وعلو حالتهما الاجتماعية. في حالة رؤية المرأة المتزوجة لمتوفي يقوم بمسك يديها ويقبلها إشارة إلى حب زوجها الشديد لها وطاعتها له وتبديل حياتهما الزوجية نحو الأفضل. تفسير حلم الميت يمسك يد الحامل في المنام. عند رؤية حامل لشخص متوفي يمسك يدها إشارة إلى سير حملها بصحة جيدة، وإذا رأته يمسك يديها ويبتسم فيدل على الخير الوفير والرزق القادم لها في الأيام المقبلة. إذا رأت أن شخص متوفي يقوم بمسك يديها ويقبلها دلالة على ولادتها بصحة جيدة وولادة جنينها سليم معافى. إذا رأت أن الشخص المتوفي يقوم بمسك يديها والضغط عليها بقوة فهي دليل على ولادتها للطفل ذو مكانة وشأن عالي في المستقبل. وعند رؤية المطلقة للشخص المتوفي يقوم بمسك يديها إشارة إلى زوال همها وكربها. إذا رأت الشخص المتوفي يقوم بمسك يديها ويضغط عليها بقوة إشارة إلى التغيرات الجيدة التي سوف تحدث في حياتها. ورؤية المطلقة لمتوفي يقوم بمسك يديها وتقبلها دليل على استقامتها وحسن خلقها وطاعتها وتقربها من الله عز وجل وصلاح جميع أعمالها وحب من حولها لها.